في ظل الظروف العصيبة. خاروا الجزائر عطشا لإمام استقلال الجزائر، فكان يحلم الجزائر في يوم سماعي. اليوم اختتمت الطبعة الأولى لمنتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك المنظم بوهران من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني. هذا المنتدى الذي جمع نخبة من ممثلي المجتمع المدني للدول العربية التي شاركت بقوة وفعالية، أجمع المشاركون على ضرورة توطيد علاقات التعاون بين مكونات وفواعل المجتمع المدني في الدول العربية في مختلف القضايا التي تهم الشأن العربي والتي تهم أيضا المجتمع المدني العربي. أيضا فيه إجماع على دعم القضية الفلسطينية وإعطائها مكانة خاصة خلال هذا الملتقى من خلال التوصيات التي رفعها اللقاء إلى قادة العالم العربي في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها بالجزائر خلال الفاتح من نوفمبر المقبل إن شاء الله.